إلى هان عليكم الحب عمركم ما تسمحوا في العشرة. العشرة الآن. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج العشرة. أمي ثم أمي ثم أمي لآخر يوم في عمري، وكم تمنيت من الخالق أن يرزقني عمرا آخر حتى أهديها أمي. أكيد عرفتوا أنه ضيوفي لليوم فيها أم، صح؟ اليوم ما جتناش وحدها، جتنا مع بنتها. تحت تصفيقاتكم نستقبلوا الفنانة القديرة حفيظة بن ضياف وبنتها مريم. يعطيكم الصحة، شرفتونا، تفضلوا. اهلا وسهلا بكم، تفضلوا. تفضلي تفضلي تفضلي. فاصل ونعود مع العشرة والحب. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، واول فقرة تعودتوا عليها هي العشرة والحب. سيدة حافظة، معك بنتك مريم اليوم، أول ظهور إعلامي لها معك؟ معايا أول ظهور إعلامي. كانت يعني في بعض المسلسلات دارت معي. لا، معك مع بعض. أول مرة مع بعض. سيدة حافظة، فنانة قديرة، غنية عن التعريف، مشوار كما قال يشهد عليك، بصح أنت اليوم راكي معنا في العشرة كأم. حابين نجبدوا منك الماكسيموم الإحساس والشعور تاع الأمومة اللي عاشته السيدة حافظة. مريم البنت الوسطانية ماهيش الأولى. الوسطانية. صحنا ماذا بينا نبداو بالأول. الأولى. الأول ولد. 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 مراد. 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 نهار اللي جاء مراد للدنيا وعاشت السيدة حافظة أول إحساس لها اللي هو شعور الأمومة، كيفاش حسيتو؟ شي باين لأول ظهور تاعي واحد من الصبيان تاعك سي كيك شوز. ومن بعد يا اخي كنت صغيرة انايا، كان في عمري غير 21 سنة. أم صغيرة. فما في بليزير زاد عندي الولد. وكي ترجعي بالذكريات مازال كي تشفاي على التفاصيل هذوك؟ تفاصيل صغيرة. تفاصيل كل واحد كيما أمتك مهمات كامل، راكي تستبيتي بعد سي لي زونفون، بعد قرايتهم، كبريهم، وزوجيهم. الحمد لله يعني مهمتي كملتها، كل واحد راه في داره بولاده، ربي يهنيهم ان شاء الله، نتمنى لهم لهنا، هذا واش نطلب. الحمد لله، الحمد لله يا رب، ربي كما قال يخليك تاج فوق راسهم. احنا اليوم كي طلبنا منك انك تكوني معنا في برنامج العشره من دون ولادك في ثلاثه، اخترتي مريم اللي هي معك ثاني نقولوا في ميدان التمثيل والفن والاعلام. علاش مريم سبيسيال ما راهي معنا اليوم؟ مريم نظن مريم باسكو مريم قريبه، ما نقولش باللي انه يعني احنا ولادها كامل قراب للام، طبعا الوالده كما نقول لهم دائما الوالده هي صديقه، هي الاخت، هي الحبيبه، هي كلش، لكن في الميدان الفني تاعها جو بونس كو جي كومونسي ا سويفي لو شومان تاعها، ما نقولش في ميدان التمثيل 100%، لكن انا ملت الميدان التنشيط الاعلامي، التنشيط التلفزيوني الاذاعي خاصه، يعني كان فيه كما يقولوا مشاركات في تنشيط عده حصص تلفزيونيه، لكن الاذاعه اللي حبي للاذاعه وتمسكي للاذاعه يعني حبيت جو فولي سويفغ فوالا الباركور تاع مامير، باسكو كاين بزاف المشاهدين اللي ما على بالهمش باللي انه الفنانه حفيظه بن ضياف ماهيش فقط ممثله في شاشات التلفزيون الجزائري، هي بدات منذ الصغر سن 14 سنه بالاذاعه الجزائريه في المجموعه الصوتيه للاذاعه الجزائريه، وهكذا كانت البدايه تاعها، لكن الوالده تاعي ما كانتش في ميدان التنشيط، كانت المجموعه الصوتيه التمثيل الاذاعي، لكن انا اخترت التنشيط سي بور سا بيتر اون بو دي اون كومبليس باسكو اون سويفي لو باركور كيف كيف الاذاعه التلفزيون حاجه بك ما درناهاش كيف كيف المسرح هذه هي المسرح. وكنتي تتمني انك ديري المسرح؟ نو صراحه شوفي يعني كما يقولوا الجلسه راهي طويله، ميدان التمثيل جا صدفه، قال لك ورب صدفه خير من الف ميعاد.
اذا كان ممكن نحكي لك على الاكسبيريونس كيفاش جات جات يعني المبادره تاع التمثيل. قمت شافيا تري بيان وي سيتي افيك لو غران بيان سور المرحوم جمال فزاز الله يرحمه. راحت هي سيتي اون 99 2000 في 1999 2000 راحت باش تسيني لو كونطرا تاعها. انا رحت معاها جافي ابان 14 14 سنه خزر فيا هكذا قال لي تشبهي الاسماء جرمو اكزاكتومون ما عندك كامل المعلومات خزر فيا قال لي اسماء يعني تري غوند غوسومبلونس بين الفنانه تاعنا تحيه خاصه لها اسماء جرمون قال لي اسكو سا تو دي دو فير ان رول مع لا مامون خسرت فيها هكذا خسرت في مامير دابور شغل كيف هذا قال لي دوك نعطيك اون سيكونس جربيها مع ماماك كما كان الحال انا في ام تيت سيكونس تما قال لي جوزي سيني الكونترا تاعك بصح انا مازالني نقرا مازالني صدفة لانه هنا اللي جات اول مشاركه ستي في مسلسل الوصيه طبعا الى امام عمالقه الفن كي نقولوا فريده صابونجي نقولوا محمد عجايمي نقولوا بيونه نوال زعتر كريمه الصغيره يعني طه العميري يوسف بن حطاب كوميم تشوف في روحك 14 سنه قدام عمالقه يعني ما شاء الله الحمد لله هذه كانت الفرصه فرصه اللي كنت فيها في ميدان التمثيل السينما مع تشوفي مريم هل تشوف مريم انه كي لعبت بنت يماها في اول تجربه ليها هادشي شغل عطاك ثقه كلكو با اكزاكتومون عطاني ثقه لانه ماشي يعني كيما نقولوا دور البنت مع امها ولا الام مع البنت رانا نجسدو احنا في حياتنا اليوميه راكي عايشه بنت يماك جاتني سهله خاصه ما نكذبش انه يعني امام جمال فزاز الله يرحمه كان مخرج يعني باتم معنى الكلمه كان ما يحقرش ما يعلمك تعلمنا بزاف انا 14 سنه بصح تعلمت منه بزاف بزاف حوايج ما نشكر كذلك محمد عجيمي لحد الان كنت لقى نعيط له شاك بابا واش راك الوالد صافا لاباس لانه خلاني عشت هذاك الدور وخلاني ما حسيتش روحي برانيه مالغري كنت قدام كما قلت لك عمالقه الفن الجزائري. السيده حفيظه كي نشوفوا مريم نحسوا انها ماهيش بنتك فقط بالك تلمو كانت بخوش ليك وين كنتي تمشيها ودخلتيها في ميدان الفن والتمثيل احكي لنا شويه على مريم واش تعني مريم كما قال لك مام غادوا وين نروح معايا نشاورها في كلش الحاجه اللي نجي نديرها نشاور بنتي الي تو بور مو ما نحسهاش بنت نحسها خت نحسها رفيقه سند ليا هي سند ليا مريم سي حاجه واحده اخرى كاينه المازوزيه ثاني لا تزعف علينا ثاني المازوزيه ثاني هذيك مازوزيه يعني بلاصتها وحدها هذيك فشتها بزاف هذيك سي تو تافي نورمال كما قال اخر العنقود فوالا اخر العنقود نحبها ثاني الحق هذه الكبيره تسمى نقدر نقولوا الكبيره الكبيره هي كلش صح صح كلش تصيبها في كلش صح لا بكي تبكي لا فرح تفرح لا وتحس بي معايا تحس بيا كل حاجه صغيره تحسها بيا قولي مريم راني نشوفك سي با سا واش كاين ما بيها والو هذه هي يعني البنت كيما نقولوا الام تحس ببنتها والبنت تحب اسمها يعني كي تقولي الو في التليفون نقول واش كاين واش بك لا مريم راهي من النبره هذيك تاع الصوت من النبره باسكو انا عندي الوالده تاعي كي تهضر معك يعني انا كي نوض الصباح الحاجه الاولى اللي نديرها نشرب قهوتي ونعيط لمامي دوك كي راني في داري وحدي يعني الحاجه الاولى كسوا نعيط لمامي جو راكروش مع مامي نعيط لمابيل ميغ لانهم نعتبرهم في زوج طبعا حتى لمابيل ميغ ربي يخليها تلف فوق راسنا ان شاء الله هي امي الثانيه كذلك اكيد ربي يخليها تقول لي الو بونجور نقول لها صافا تو فا بيان اليوم لا جورني راح تدوز بيان مي لقيتها صباح الخير صافا واش كاين واش صرا كيفاش راح تدوز لا جورني على الصوت الحمد لله على الصوت مليحه ولا مانيش مليحه السيده حفيظه كي يشوفك هكذا ويشوف نقولوا عندها لي تري سيفير تباني انسانه صارمه حتى الناس يقولوا انك في التمثيل يعني انت انسانه كوريكت حتى وين بالك نقدروا نقولوا انه بالك الدمعه ما تعرفش طريقها لعين السيده حفيظه بصح مريم هي اللي تقول لنا واش كاين واش ما كاين خاصك هي اللي تعرفك مليح لا سي فغي يعني هذه الشهاده كاين بزاف الناس يقولوا لها يعني كي يشوفوها في لي زيكرون يقولوا لها او لي سيفير قبيحه تبان واعره تبان هذه ما تتعاشرش لكن الناس كلما تقربوا منها مدام معليش كان عندنا نظره عليك لكن نظره سيئه ديرك تقولوا عليها كنا نشوفوك مراه سيفير انا ما نقولكش باللي اني والوالده ديالي كانت احنا في صغرنا كانت صارمه معنا ما نكذبش عليك كانت انسانه صارمه كانت ام صارمه كيما نقولوا واحد يزير والاخر يرخف احنا دايوغ منين داك تاخذها الغيره تقول لكم فوزيت لي بيبي دو فوك بابا شغل انا الوالده ديالكم علاش ما تحكوليش علاش ما
هي كانت تزير والوالد كان يرخف، والحمد لله يعني التربيه اللي تلقيناها الحمد لله. البنات كانوا بزاف مايلين لباباهم، دوكا دوكا يميلوا بزاف لباباهم. لكن دمعتها نكذب عليك ونقول لك لا لا ما عندهاش دمعه، ولا دمعتها هنايا كهضري معها على حاجه صغيره ولا ديتاي صغير في حياتها، تبكي مع اللي يبكي، تفرح مع اللي يفرح، تحزن مع اللي يحزن، يعني الحاجه كانت تصيب نحيها من منها هي وتمد لي ما عندوش. والحمد لله يعني كما يقولوا تربيتها صح كانت صارمه معنا، كانت ام صارمه، لكن وصلتنا المراه المراه والراجل راجل والحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. جوستومون هنا حبينا نفتحوا قوس، كيفاش تشوفي انتيا من يماك الشيء اللي ورثتيه عليه كتربيه، وانتي واش راكي تمدي لاولادك اليوم؟ انا صراحه يعني كاين بزاف داك في العائله ديالي يقول يا بابا بابا بورتريك خاشي يماك و سي فري. انا ما نقولك جو سوي مامون بول، تربي اولادك بنفس الطريقه اكزاكتومون، ما نقولك جو سوي مامون بول ولا، راني نعيش في نفس الفتره اللي عشتها انا في طفولتي. يعني كيما نصيب دوك انا زوجي يميل بزاف البنت وانا عندي طفله وطفل، الفشوش الله يسلمك. انا جو سوي سيفير افيك مي زونفون، ما نقولش سيفير دون لو سونس كو نضرب ولا نشتم ولا لا، اعوذ بالله. يعني التربية مش نوصل للرسالة، لازم تكوني أم صارمة خاصة الوقت اللي رانا فيه والجيل اللي راهو طالع هذا، تكوني صارمة في قرايتهم، صارمة في تربيتهم، صارمة في كي يخزروا فيا هكا في الدار يقولوا والله غير بورتريك خاشي يماك كيما ربيتكم كي تربي فيكم. باغ كونتخ لو بابا اللي هو بابا بنتي سي لو بابا بول، فوالا انا نعيط وهو كيما قلت لك انا نزير وهو يخدم كيما كان باباك. جو في لا ميم شوز لا ميم اكسبيريونس، نعيش في نفس المرحلة. كيف كيف نعيش في نفس المرحلة فوالا. سيدة حفيظة، بما أنه حكينا على أولاد مريم، اليوم أنت ما راكيش صارمة مع الأحفاد، وكأنك تعوضي هذيك الصرامة جيتو جيتو من الولد ولد الولد ولد الولد كبدت مرتين حنونة ما نقدرش. كي تعود تهضر معاها نقولها سكتي حبطي صوتك عشان كي تزقي تقول لي يما مانيش نزقي هذه ما فاصون دو باغلي. قلت لها نو فو با باغلي هكذا يا الدراري، علاش ديري لهم هكذا وعلاش هكذا تعرفي ولا واش نقولها فكرك فكرك البارح برك. قلت لها او 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 قالت لي واش نسيتي انت واش كنتي دايره جوستومون فكرينا واش كانت دايره، عطينا شويه من الزبايل. كانت ام صارمه يعني الحق، شوفي ما لحقتش وين تضرب ولادها الحمد لله. يعني كيما يقولوا الضرب ما يربيش، كونتخيغ الضرب سي خطره غير طريحه وحده خطره وحده. احكي لنا على هذه الضربه الوحده. هذه الضربه الوحده نحت الصباح لمسيد، كنت نلقاها في بريمير سنه ثالثه ابتدائي. تاخوها قال لي سمعتي يا مريم وين راهي؟ قلت له واحد المسيد. ايه قال لي تشي سوغ راحت المسيد. قلت له ساخته سبحان الله. قال لي اختك هي في سونت كوميرسيال تاع لافيجري بنتك بليتو. انا قلت اختك. قلت له بصح؟ قال لي والله غير تما تدور مع حباباتها. جيت داخله مليك جات قعدت خليتها قعدت شربت قهوتها. أروحي لالا وين كنتي؟ بصح هو ما وصلهاش يعني ما وصلهاش ميساج مليح دوك انا يعني برا نفسي. خذت وما قالتليش كنت في السون كوم، قالت لي كنت في المسيد نورمال. اون بليس باسكو شفتي بالي كذبتها. أروحي هنايا دوك نوريك المسيد اللي كنت. هو انا ما شفتوش باللي شافني، جي با في باللي شافني. هو راح عمر 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 انا كنت في ليكول. خذتهم بيا كوم يفو. بعد قالت لي ما والله غير هكذا وهكذا ندمت على بعد بس سمعتي ندمت والله غير ندمت. بعد جي لي لاغموزي قلت لها اتهمت بنتي مسكينه. بعد رحت قلت لها سامحيني. نسيتي لا سول فوا لي يعني. سما سيدة حفيظة أم تطلب السماح. أه نطلب السماح، لكن نغلط. نعرف روحي غلطة نطلب السماح. كاين أمهات يحسوا أنه عيب، حتى وغلطة ما تطلبش السماح. لا لا نقول لهم غلطت سمحي لي. أنا نتفهموكم مامون دونيغ، على بالنا كيما كل أم ما كانش أمي ما تنرفاش، بوتيتر كانت في هذاك لو مومون ما كانتش مليحة، لا في كيك شوز ما تقدرش تهدر. كونتخيغ نتفاهموا دي فوا. شوفي حنا ظالمين ولا مظلومين؟ انا اصلا انا شخصيا نضع على روحي ظالمه من عندها ولا مظلومه؟ دائما انا الاولى نروح جاشيت ان تي كادو نروح ليما ونطلب السماح، ومالغري دي فوا تظلمني معليش تبقى امي، وانا نروح كيما يقولوا ندير المبادر نشري البوكي دو روز نشري ان تي كادو ونروح لعندها. سامحيني ربي يخليكم. الله يسلمك. احنا من خلال التجربه هذه حابين نقولوا انه احنا كجزائريين عندنا نقص في لا كوميونيكاسيون في التواصل. ماذا بينا كل ام تسمع لبنتها، وكل ام كيما قال تستوعب بنتها حتى لو كانت تغلط، لو كان مانيش عارفه وشنو تبقى كيما قال الام هي انا نفتح بنت ربي يخليها لك ان شاء الله. كان هذا الشيء اللي نحبوا نقولها، شو نقول لهم شوفوا نسمع تقولوا لي انتم خير ما نسمع من عند الناس. يعطيك الصحة. تعرفوني ماشي ما كول ما عنديش هذاك الاخر.
غلطتي يقول لك بنتي هاكي غلطتي، عندك حق نقول لك عندك حق. اكيد. نحب الصراحه. شكرا. شكرا للجمهور. يعطيك الصحه. اكيد الثقه والصراحه هي اهم شيء بين كما قال كل ام وبنتها وكل والدين مع اولادهم. وهي هكذا لو كان الدراري تاع دوكا عندهم حاجه يصرحوا اولياء تاعهم سي بوكو بلوس لا ماما، لا ماما هي اللي تغطي بارابور لو بابا. ما يصراوش يعني تجنبوا بزاف كوارث. عندك حاجه كي راح بلاصه الفلانيه انا نقول لهم شوفوا باش تكذبي عليا تقولي لي انا راح لهنايا وانت راكي في جهه. ايماجيني باش ما يصرحنا هكذا الامهات نخلصوا ولا حاجه واش انا بالنسبه لي راكي في البلاصه الفلانيه بريفير تقولي لي صرحيني يما انا راح هاملك تعرفي يخرجوا كيما يحبوا يدخلوا كيما يحبوا بصح نعرف لي ليميت. انا نقول لك يا سيدي متعرف قدرك فوالا. هذه هي مشاهدينا ما تروحوش بعيد، فاصل ونعود مع ثاني فقره ميزاجو. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مع ميزاجو. في هذه الفقره عندنا ارقام تاع فيشنا فليكرون من 1 إلى 9 وخيروا لنا رقم يتفتح عليه نرجعوا بك ذكريات عشتيها. اعطونا الارقام. رقم 3. رقم 3. 3. الوالدين. الوالدين الله يرحمهم. ربي يرحمهم ويوسع. الله يرحمهم. عافية واحد كي يروحوا لوالديه راح كلش كتافك. شوفي قصناها وتقصنا معاها الاغنيه هذه لانه هذه الاغنيه بالذات كل ما تسمعها مامير سي تسترجع كامل تسترجع ذكريات والديها وانا ما على باليش كيفاش حتى انا كي نسمع هذه الاغنيه تاثر بها بزاف. احكي لنا عليها. الله يرحمك يا المهمه. ربي يرحمك. هذا كان شرا خويا الكبير كيفيد اكتشوالمون في كان عنده 78 سنه دوكا شراه اليما الله يرحمها وشالها واحد اخر كبير. منين نقول لها يا يما كي تزوجت نقول لها يما عطيني سوفينير تاع خويا رابح. قول لي بنتي شي هاو الهيك نهار تغمض عيني الله يسمح عليك. هكذا كان الحال. ماتت لامي ما الله يرحمها ربي يرحمها. هذا واش شرفت من سوفينير تاع خويا الكبير تحيي ربي يرحم الوالدين ربي يرحم جميع امهات المسلمين. نهار ماتت لامي ما رفدته هو والمحبس هذاك الكبير تسمى سوفينير تاع خويا وميم طون تاع يما. يما ثاني كانت محافظه عليه ما تقدريش تعرفي كيفاه. تجي هذه كي تزوجت يما ندي حاجه برك من ريحه جده تحت ماني ندي حاجه. اجيال هذا امتداد الاجيال هذايا ان شاء الله غدوه من غدوه نشوفوا بنتها ثاني رفداتو تاتو دهدو. ايديالس فكرتي هذه ما كانتش بروغراميه هذه. كيفاش هذه؟ هذه ما كانتش بروغراميه هذه لا سوربريز. هذه ليني ديالي انايس.
تغسليني ديالي. أيوي. أنا يستحبي تقولي كلمة لجداتك. واش تقولي لمامي؟ واش تقولي لها؟ قولي لمامي. تحبيها؟ قولي لها نحبك. نحبها ونموت عليها. يا عمري يا عمري ربي يخليك ليها إن شاء الله. يا روح تاعي يا روح تاعي العمر. ربي يخليهم لك ربي يحفظك يا بنتي ان شاء الله ربي يعوض بيهم خير ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين. ومازالكم معنا مشاهدينا نروح ونعاودوا نرجعوا لكم مع البوم الذكريات. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومعنا توجور السيده حفيظه وبنتها مريم البوم الذكريات. يا دار البوم ذكريات واش جاب لنا اليوم ذكريات؟ خي ما زوجش تبكونا برك. قادرين تبكوا ما على بالناش. خلينا نشوفوا اول صوره. حسره مي 23 هنايا كان في عمري 23 سنه. 23 سنه كان عندي وليدي مراد. الله يبارك. إبا هاد لافوتو انا كي نشوفها وكي نشوف اختي الصغيره سي بورتري كراشي. كراشي سبحان الله. اختي ساره صغيره سي بورتري كراشي ما مير كي كانت 23 زون وانا دوكا هكا كي يشوفوني يقولوا عندك المشيه تاع يماك لين اخت يماك مي قلوبنا لا. تشناف تشناف عندنا خرجت ليا في تشناف. ورت الورات هذا واش خلاتنا ورت. ورتتني. نشوفوا صوره اخرى. يا عمري. يا عمري يا عمري وليد بنتي وليدة هذا وليدي الصغير على احكي لي عليه غيلاس هذا حنونه هذا يطير الزفت من لك القباحه فوالا كل يوم الحمد لله تجي عندي الدار على جال غيلاس والله ربي يحفظك نقعد جيبي لي طفل يا يما تقول لي ما تلومينيش انا الدار والخدمه وكامل ما تسنينيش نجيبه لك راه تعرفي نقعد نقعد وفي التسميه تاعو يعني صرا مشكل كبير بينها وبين الزوج ديالي. شكون يسمي؟ الاولى انا اللي سميتها انا يس اللي كانت معنا الان انا سميتها وخليت لو دوزيام لو شوا لو ماري يعني قلت انا سميت في الاول لكن قريب من دار 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 بنت عمو هي اللي خيرت الاسم لينا اللي نحييها من بلجيكا قالت لي تاتا علاش ما تسميش غيلاس؟ هو إيه بنت خويا حبت تسمي خليها. وانا جاني على جواد هي جواد هو يقول غيلاس وهي جواد قالت له في لي بابي تحطو كيف كيف ونهار خرجت من نهار دخلت لا كلينيك راح تيعطيهم لا ريسبسيون قالت له واش سما عزون عزون حوست لي على عزون ولا بن دياف واش سما قالت لها مبروك عليكم زاد عليكم زاد عندكم وليد غيلاس قالت لها لا كي غلطت قالت له نو سي جواد غيلاس ماشي غيلاس جواد تبدلات ورحت قلت له حسبت روحك شاطه على نسيبي قلت له والله غير بدلت ودرت جواد غيلاس ما كاش غيلاس جواد جواد غيلاس وهكذا كيما دوكا كيروح عند لي كرون بارون ماتيرنال سي جواد في الدار وباتيرنال سي غيلاس فوالا ربي يحفظ جواد غيلاس ان شاء الله. شوفوا صوره اخرى. مدام حفيده يا عمري هذه انايس انايس كان في عمرها هنا 3 زون على 3 سنين احكي لنا شويه عليها مدام حفيده مم العين هذه كيما نقولوا تقبت الكبده ودخلت يا ربي والله العظيم هذه جونتي هاك شتيها هذه نحبها ونموت عليها نموت عليها تعرفي حطيها في بلاصه روحي وين تروحي تجي تربيها في هذيك البلاصه كما تقولي لها شنو تاكلي ما جابوا لنا صوره اخرى قول لهم هذيك شكون؟ قولي لنا مدام حفيظه مريومه مريومه هذه في 1900 احكي لنا على الذكريات اللي تسترجعيهم مع هذه الصوره. انا يا نهار زيت بالولد راجلي كي جا قال لي وزاد عندك قلت وزاد عندي ولد قال لي كون حبني ربي عطاني طفله. نهار زادت مريم سي لا جوا عندي اختي كبيره عليا من تحت قبل ما تطلع لي تطلع لي في السبيطار راح دقت على الميدسان تاعي. قلت له حبيت نسقسيك برك اختي واش جابت؟ قال لي برك قال لها روحي لها تعرفي واش جابت جاي تسقسي فيا قالت له قل لي لا طفله نطلع لا ولد نهبط باسكو يا طه ربي غير الاولاد سبحان الله ايه ثلاث اولاد ومن بعد اون ديغني كام باش جابت الطفله كي قال لها روحي زادت عندها طفله وسماتها مريم طلعت طلعت عندك جيتي اوزونج الحق كي زادت ثاني طفله قلت الحمد لله هاوليك مولا بيتي حيحب البنات عاودوا ربي الطفله الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي قلت له انا باش تقول لي الحمد لله على سلامتك وكامل تجي تقول لي لكم حبني ربي عطاه لي طفله اي بورتون يعني يقول لك لا بلي باغ تاع لي بابا يحبوا دراري لا هو ماشي ما يحبوش طبعا وليدو سي سي تو في نورمال مي جوست كامان تي با لو غارسون هاو كومبليس مع 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 يما وحنا البنات في زوج مع با مون بير هما كلش باباهم سوماغا كلش حاجه اللي تحت باباهم
الزق صبحهم كيشوفني يسكتوا. ايه معليش انا برانيه. ربي يخليهم لك الله يسلمك. صوره اخرى لو بابا الله يحميك. على بالك هي هنا راهي مخلوعه عن بالها غير تصاور اللي على بالها بهم هي هذو كاع مفاجآت. هذه هنا كان في عمري 15 15 سنة. هذا بابا الله يرحمه. ربي يرحمه ويوسع عليه. الله يرحمك يا بابا. وشنو هي أجمل ذكرى تفكريها مع باباك تعاودي تسترجعي؟ بابا جيتي تو بور لوي. كنت أنا هي المازوزية أنا كلش. كان يحبني بزاف الله يرحمه. ربي يرحمه ويوسع عليه. شحال كان في عمرك كي توفى؟ مات في 82 عام قبل ما تزيد هذه 82. وحسيتي للفقد تاعو بزاف صراحه. في الدار كانوا كيسحقوا الحاجه روحي باباك باسكو انا تو سكو جو دوموند يديروا لي ما كاش. روح قول بابا جيب لي هذيك نوضي ماما الغيره تقول له ها هي غير واش تهضر. فوالا يحضر يحضر فوالا هاو عندي تاع الاباء يحضر يحضر فوالا. والله تعرف كنا نسكنوا في ساتيا ميتاج لا يعجز ولا الاخر كان نبعثوا 33 خطره في النهار غير واش تطلب حفيظه غير واش تطلب حفيظه. كنت نتوحم بوليدي عبد جاني عد دقله هذيك دقله نور الله الله. حبطت من البيوس جايه من الخدمه رحت طلعت قلت له غنطلع لدارنا هيا نطلع ديريكت. قلت له راجلي قلت له جوز ديني من دارنا قابلني بيرمونداس كي نحبط في لاغي كان مارشون دو فخوي جوست مقابل لاري. يا عجبك حسبت هذوك العراجل اللي معلقهم كامل لا من كيما قال لك من اللي صرا قلت له شوف الاولاني لا لا الثاني لا لا الثالث الرابع جيبو بابا هذاك العرجون. قولي لي على ما رفدتوش انا كي حبطت من البيس ونطلعوا نطلعوا الدار وحبطي بابا حبطت بابا مساتيا ميتاج الله يرحمه راح جابو قلت له احسب بعد من يدك اليسرى للرابعه راح مسكين جابو حطوا فوق طابله تاع سارا مونجي هاولك بنتي هيا بسمي رفدت حبه كيتها قلت لهم عطوا قال لي شقيتيني سبع طبقات باش تاكلي منه حبه باش تشوفي عزة الوالدين يعني ما كانش عزة بعد الوالدين يكذب عليك يروحوا والديك خلاص. كي تقول لي انتوما وزاد كومبليس مع باباكم نقولها ماما نسيتي انت كنتي كومبليس مع باباك احنا ثاني اوني باغي مانو فوالا اوني كيت. ربي يرحمه ويوسع عليه. صورة أخرى. وي لا ماما مع مريم و أختي الصغيرة سارة. سارة الله يرحمها الله يرحمكم الله يرحمك يا ميمتي العزيزة ربي يرحمها ويوسع عليها. لو كان سقسيك شنو هي الحاجة اللي ورثتيها على الوالدة تاعك؟ الأخر يما أليتي فرانش ديت لا فرانشيز تاعها وي ما كاش ما الكلمة تاعها تقولها لو كان تكون وش يكون قرشت ليها علاش يقولوا لي أنت شوية معقدة وشوية الأخر يقول الصح أيوا هي لا فرانشيز تاعها خرجت ليها كامل فيها. انا ما تلقى حاجه جو سوي كوم سا ما نحبش يقولوا لي انتيا نو ما نحبش ليبوكريزي هذا ما كان عندي كلمتين نقولها نقولها بصح ما سون رونكون نقولها في هذيك المومون وخلاص سا سغيت لا ما تعجبنيش بدون تاويلات فوالا ما مي لي كوم سا. شوفوا صورة اخرى ايه هاي اليوم ان دو توا لا ترويزيام دي بجيلي هايدي جيلي ونواضر اكدي على نواضر نواضر اي هذه سيتي اون بروميير اني سنه اولى في سنه اولى ابتدائي. واش من مدرسه قريتي؟ ميناني المختلطه في ميسوني البحر الابيض المتوسط. لا لا هذه سنه نو هذه السنه الاولى ميناني ميناني من بعد رحنا لا فيجري. يعني شوفي مالغري سا دات دوبوي لونتون كي تشوفي 89 90 مي هاد ليكول بدات فيه ذكريات يعني بزاف بزاف جميله لانه الذكريات كانوا لي بروف بكري يشتكي يدخلوا يوزعوا شوكولا الحلوه على لي زيلاف يخلوك تحبيهم قبل ما يقدموا لك هذاك الدرس سي اون لي سونتي كوم نو مامون شو خلينا لا مامون في الدار نصيبوها في المسيد. علاش يقولوا حنا الجيل الثمانينات حنا الجيل الذهبي جيل ذهبي اكزاكتومون صح لانه عشنا اكزاكتومون. شوفوا صوره اخرى. الله يرحمك يا اختي
هاد الايام درنا ايام فاتحه بربر من 6 حتى ل 11 كنا في بومرداس. هذه يقولوا اقرب وحده في الميدان في الميلي. وي هي فاتحه وي فاتحة. اقرب وحده في الميدان سي فاتحه. تاتا فاتحه لي تو بور مو عليتي تو سي سون سور يعني اللي ما جابتهاش كرشيما. عشرة هذه مثال للعشرة. عشرة تعرفي عشرة تعمر انا وياها تعرف حتى أي انا كي دخلت في 67 لقيتها هي سبقتني. انا دخلت الاذاعه هي كانت بنت الاذاعه قبل ما تدخل المسرح. من بعد هي انتمت للمسرح راحت المسرح انا قعدت في الاذاعه. بصا نونبيش هذيك العلاقه قعدت علاقه ما كاش. يعني هذه ثاني كيما بنتي تحس بيا تليفون حفيده صافا لاباس. تاتا فاتحه سيتي كل نهايه اسبوع لازم تطلعينا ولا نطلعوا عليها جوغ. تاتا فاتحه كي نقول لك تاتا فاتحه نقول لك ماما فاتحه لانه قولي واحد من العائله. واحد من العائله ونعتبرها الوالده الثانيه لانه جرينا في دارها وكبرنا في دارها ومع اولادها واولادها كبروا معانا وجوغ هذاك الويكاند لو كيما تجيش فيه تاتا فاتحه للدار اوني تريست اوني تريست اوني صامت نعيط لها تاتا سيتي ما في تقولي جو سوي فاتيغ تعيشي احبطي ولادك انا نجي لعندك نشفى كانت في ساكري كور وكم لا نونو اللي رباتنا حنا وقلت لك وين كنت نقرا سيتي ميناني مي سوني ساكري كور سي جوست اكوتي الوغ ما تجيش انت نجي انا هي جو توك لابورت تليفون برك تهضر معايا تقول لي صافا قول لها صافا تقول لي طبطب تقول لها تعرفني لا راني مليحه ولا ما نظرات على صوتك عندها هذيك كلمه طبطب الله يرحمك يا فاتحه واش طلبت يا ربي يرحمها ويوسع عليها. قلت لك درنا الايام تاعها هاد الايام فتح طبعا الاولى لمهرجان طبعا الاولى مهرجان فاتحه بربر ايام فاتحه بربر للمهرجان الشباب حق جاز يعني روعه كان ولا عرس في بومرداس عرس روعه جاز يعني كان فيه تكريمات لبعض الفنانين كان لي تروب تياترال ثاني كانوا تكرموا كل واحد على احسن كما قال لك سينوغرافيا احسن سيناريو احسن دور نساء نسوي احسن دور رجالي يعني كل واحد ادى الاخر التكريم تاعو جازت يعني ولا ما عندي ما نقول لك ربي يرحم جميع موتانا احنا عشرتكم معنا مازالها متواصله راح ندخلوا دوكا في فقره وين نلطفوا الاجواء شويه فيها تحدي فيها مشاهدينا كما عودناكم كاين فقره التحدي فاصل ونعود. فهمتوا أنه التحدي تاعنا اليوم راح يكون في الكوزينة. رانا نشوفوا مريم مع سيدة حفيظة. لي زانغغيديون هادو واش يعنوا لكم؟ تسقسيها هي. جوستومون. سيدة حفيظة أنت هي بوكو بليس إنسانة تقليدية حتى في الأطباق تاعك تحبي كل ما هو تقليدي. احنا زمان تاع زمان ودوكا سيدي جاب لي ربي كي تشوفيها لي كخيب. لي كخيب؟ نو قريب لي كخيب فوالا. باسكو هي اون فيت سي دي تراديسيون تقول لك كي تجي عندي الدار دي فوا نحط لها دي بلا هكا هكا على بالك بلا على موديغ ماشي موديغ تاع بومسلك قول لي شنو هدايا؟ يقولها ماما شغل حنا لا غالب حنا هذا واش يحبوا لي هذه هذا تحيا وقتنا بركوكاس والدوارة والبوزلوف سي فري كون لو في صح نديروه مي كي تعرفي تجي تاع دوكا سي تو سكي فاسيل لي كخيب سالي لي باين كيك حوسوا غير على حاجة سهلة وحبيت نهد المنبر نقولها وي طابلية تاع الشغل تفكرتي يا ماتك يا ماتي هذه طابليه تاع الشغل دوك سيتي قالت لي طابليه تاع الشغل الناس كي تجي العروسه كي تجي تتزوج وما يماها كي تبدا تجهز لها دارها بحاجه شابه سوختي دبان سرابت اول حاجه فتحت لي بها يما جهازي وشنو هو طابليه تاع الشغل تحياتي كاع خلاص بالميناج هذه يا خويا سيتي تبالي والنشاف حشاك قالت لي زيدي كمليهم وخلاص اول حاجه فتحت لي بها جهازي سي طابليه تاع الشغل بصح اليوم راكي حاطه مريم ماكاش حاطه تاع لا يسلمك با ما نير هادو ما اليوم سي لي زانغريديون بور فير ان بانكيك ان بانكيك ايه بانكيك وكل بانكيك تعرف البانكيك ما نعرفش انايا جوستومون اليوم راكي معنا باش حبضي انت ديري البانكيك اليوم انا نديرو الطبق تاع البانكيك كيفاش هي بانكيك سي 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 ان بلا سي ان غوتي فوالا نقولو سي ان غوتي بور لي زونفون كاين اللي يحبوا ياكلوه في الليل والدراري يموتوا عليه هذه هي هاي ديريكي انا نقول لك واش ديري وانت ديري صمري على يدك صمري على يدك جايه تقفط الله يبارك فيه ميترا بسم الله على بركه الله الوغ اون كومونس دابور بار لو لي نبداو بالحليب
حطيه فوق لي سيرفيات فوق لي سيرفيات باسكو الغبره. اليوم درس تطبيقي للسيده حفيظه في البانكيك لو لي الحليب على بركه الله نسحقوا ان فير دو لي اون باراليل نديروا المقله تسخن فوالا باسكو لازم تسخن مليح حطيها تسخن. درتيهم سيده حفيظه ولا جامي؟ جامي جامي حبيبتي بكل صراحه اول مره. البيض بسم الله زوج حبات بيض الله يبارك يسون جينيرال ما عطاونا اربعه ديري زوج وزوج ديهم معاك لهلي بهم واش راح ندير بهم؟ نكمل بهم مزيان بسم الله. هيا منا وتخرجي خلاص ما عارفه البانكيك كيفاش خلاص ان شاء الله. هنا نورمالمون سي ايكيفالون تاع 3 كويار سكر. قلت لي ديري نحب نعاونك زعما انت تمدي لا روسيت بلا كملي خيرك وحدك مريم. لا 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 كملي معاها 3 كويار سكر 3 كويار سكر بون يعني هذه ديري اربعه باسكو تبان صغيره يعني كل واحد بيان سور على حساب لو كو كل واحد يحبهم حلوين كاين اللي يحبهم كاين اللي يحبوهم الزيت الزيت فوالا تقدري ديري كم الزيت سي ان كار دو فيغ اربع كاس فوالا هنا امنساونا الملحة الملح الملح لازم الملح فوالا خلطي دابور هاد لي زانكريديون خلطوهم دابور هي لازم لنا فوي على كل حال علاش اليوم جوست باش نرفدو اليوم باش نرفدو الطريقة بركم بعدا صح زيتي خلطي خلطي مليح مازالها مازالها تعيط لك قبلت على البيض مش كفيش يا يما يا ها في ها ودي فوق يعني هي راهي ندخلوا الكوزينه دائما المناقره هكذا يعني تناقروا مع بعضنا هكذا في الدار ما تسكتش يا تروحي طيبي واش كي حابه وحدك يا طيب واش راني حابه وحدك بس انا على كتفها ناركا ناركا من وسنا على كتفها شتي ديروا لا فارين هي نورمالمون بلي ميزور مي نديروها ابوبخي معليش نديرو بشويه ديري بشويه لا بروشين فوا كيسقسوها بانكيك كيفاش يطيب تعرف اسبيرو حنا كنا يا بنتي البغرير نحكموها الله الله بديداتنا الله الله حك 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 في الجفنه حتى خبط 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 دوكا الميكسور ها وي دوكا الميكسور جيل العشرينات واش بك جيل القرن انا في 21 ماما الميكسور والكوكوطا تاع كل ساهل كلش ساهل استناي زيدي صبر باش ما يقعدوش لك كريمو هذوك خلي فيها هي تعرف داخل مني حاسه بالعقل على جال لي كريمو ها عن بالك واش جيناتك هي ما تحبش تكسر راسها برك وباقي ماشي هذا اللي راح يجيها لا لا كون هذا راهم جابوا الميكسور دفر خلاص ما يتعبوش تاع دوكا كل السهل ها سي ولا ولا الفارينة غربلتيها ولا لا لا سي بون هي ما كانش الغربلة حتى تحرقينا هنا لا لا دار نغربلو واخا لا 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 واش انا نديرها فيها بلا تغربيط دار نغربلو هاك التحدي هذا برك على بالك هكذا ربيتك ما تغربليش الفارينة شتي درتنا مشكل لازم تكون لاباتش قريبة تاع الموسكوتشو ابوبخي قريبة هاتي نعاونك ها زيدوا شوية البوشية زيدوا شوية لا فارين مازال شوية زيدي شوية مازال باش تولي لاباتش سيدة حفيظة حنا نخلوك تكملي مع مريم معليش ومادا بينا مع لافان نشوفوا البانكيك تاعك ونحليو به إن شاء الله إن شاء الله على بركة الله مشاهدينا ما تروحوش بعيد فاصل ونعود هاي سيدة ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام بوغ اون بروميير البانكيك زعما درتيه لاباس عجبنا هاي الحمد لله هاي اللي يعطيك الصحة الحمد لله كاين واحد الرسالة ليك سيدة حفيظة تفضلي تفضلوا Coucou maman, je t'envoie ce petit message ma chérie afin de te dire que tu es la meilleure et la plus belle des mamans. Merci d'être toujours présente pour nous. Nahmed Rabbi wa nchoukrou li atani une maman bhalk ntiya. Une maman li ta'bat ala bali bli ta'bnak. Bsah alhamdoulillah, ta'ba hada ma rahch fi lbatl. Amelti menna lmra mra w rajl rajl. Sahrti, dawiti, ta'bti. قريتي وكلتي شربتي كنتي تنحيها منك انتيا تنحيها من لحمك انتيا وتعطيها نالينا باش ما نستخص والو ونكونوا تسمى عندنا كل شيء وفرتي لنا كل شيء الحمد لله وفرتي لنا لامور ديالك وفرتي لنا الحنان ديالك
علمتينا كيفاش نحبوا الناس، نحبوا الخير للناس قبل ما نحبوه لينا حنايا. علمتينا بزاف 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 صوالح، وجا الوقت وين نرجعوا لك يا لو كان، يا لو كان الربع تاع واش عملتيه معنا. بصح على بالي لو كان نعملوا نخدموا الليل والنهار وما نقدروش نرجعوا لك يا لو كان نص الربع تاع واش عملتيه معنا. وش نقول لكم على ماما؟ وش نقول لكم؟ ماملو كان عندي الوقت ساعة وزوج وعشرة وعشرين ساعة، ما نقدرش نوصف لكم إن ماما بحال مدام حافظة. إن ماما كما قلت بلوس كو بارفيت. ماما شتم بغيس تخي تخي فور، شتم بغي بلان دو بيزو بلان دو كالا. على بالي بلي توحشتيني، نقول لك تخي تخي بيانتو إن شاء الله. بور توا بيان، وربي يرزقك الصحه والعافيه وطول العمر ان شاء الله، وربي يخليك تاتي فوق راسنا. شتون فوا بلان 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 دو بيزو. انفار مامان، باي باي. ميرسي بوكو، ميرسي. واش درت بنتي؟ هذا واجبي حنونه، واجبي، واجب كل ككل ام. ام لازم تصارع على ولادها، تقري تشقى تواسي باش ترجعكم حاجه قدام الناس. والحمد لله يا رب اللي وفقني ربي وعطاني صحتي. شي اللي حبيتوه درتو، قريتكم شي اللي حبيتو يعني كوميتي، كل وحده واش خيرت يعني ربي يوفقكم بناتي. درت اللي عليا وهذا بلا مزيه عليا بنتي. شتون بغاس ما شيغي، شتون بغاس تخي تخي فورت. وحشتك وحشتك بنتي. ربي يخليها لك ان شاء الله، ربي يخلي لك ساره، يخلي لك مريم، يخلي لك وليدك ان شاء الله، وتشوفي ان شاء الله تشوفيهم كامل فرحانين وزاهيين في حياتهم ان شاء الله. مازال عندنا مفاجاه اخرى، فيديو سوربريز. بونسوار مامي، جو تاب جو تادور، نحبك نموت عليك، غران بيزو. انا انسيستي دو فيغ اون فيديو لمامي، قلت لها بون سي فري كو اليوم جات معنا مي سيتي با بريفي تدخل الاستوديو. هادي سي سوربريز بوغ لا بوغ لا مامي. هادي تي ادوراب، تحب تحب بزاف سا مامي. و الي 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 ترو كان يعني بزاف حنينه انايس. شوز اللي نقولها على بنتي باللي زادت ما حسيتش بنتي كيفاش كبرت، تيرمون اللي كانت عاقله لي ساج لي كالم لي تلدقه. باغ كونتخ لو دوزيام جوج ما دار تختو داروا هو. ربي يعيشهم ربي يحفظهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. كاين واحد الحاجه دارتها السيده حافظه نهار اللي شافت مريم بلاغو بلونش، على بالنا بلي كامل الامهات يتاثروا. صح انت درتي حاجه ما يديروهاش. وانا علاش فقت؟ انا نشوف في الخوات تجري فيغ فيغ ان بتي كوان هكذايا، واش كاين؟ قلت لهم ما كاين والو، ما كاين والو. انا نتصدر سي فغي سيتي لا سورتي بلون، كيما كنعرفوا باللي ما كاش الحاجه واعره على الطفله كيما الخرجه تاع الطفله من دار باباها. وانا كنت نقول لهم زعما كنت لعبها من انا ما بكري حتى واحد، انا بقى على خير. انت قول لكم بقى على خير، مي نو سيتي با فاسيل. يعني لو جور وين شافتني مامي في التصديره ديالي، كي خلاص التصديره بيان سور سيتي لاغو بلونش، اي راني واقفه سي فغي نبكي، ما قدرتش جوغ فوالا ما قدرتش نشد. بعد نشوف الغاشي راح يجري دون ان كوان، واش كاين؟ قلت له واش كاين؟ لا بيغ دو كونسيونس. شفت خلاص ما قدرتش، ما حملتش، ما قدرتش. هي تعيط وراي ماما، وانا هي ماما تقول ماما ماما، عيطوا لماما وانا نجري والناس تجري ورايا. هي غير لبست لا غوب بلونش خلاص، سيتي جو سافيك سيتي بنتي خلاص الفا بارتيغ. سنة الحياة. نا بزاف بزاف هذيك الخرجة واعرة بزاف بزاف تاع الطفلة بزاف بزاف. احكي لنا على الأجواء هذوك، احكي لنا شوية وش الأحاسيس اللي عشتيهم. أنا ملي خطبوها وأنا شادة في كرشي كل نهار نقول يا ربي غير زيدوا لي نهار ما تروحش بنتي مازال زيدوا لي نهار بنهار نهار بنهار. وتجري هي، هي تجري معايا وأنا نجري منها منها. ربي يهنيهم ان شاء الله. امين يا رب. هذا وش يقول بنادم. اليوم الله يبارك حضرنا ثلاث اجيال، سيده حفيده ومريم وانايس. نطلب منك سيده حفيده انك تمدي ميساج ولا كما قال نصيحه للجيل اللي راهو يشوف فيك اليوم. وش نقول للجيل؟ نقول له ربي يوفقهم ان شاء الله في كل حاجه، واللي حاب حاجه ربي ان شاء الله يوصلوا ليها. امين يا رب. يخد كما قال لك اللي يحب حاجه يعني على زنادو اكيد، والدعوه ماشي سهله. صح. اللي يحب يوصل هي دي ديفيكولتي، كاين يصيب العراقيل بارتو ما راحش يلقاها مفرشه بالورش ما كاش.
لازم يجاهد باش يوصل لهذاك المكان اللي راهو حب يوصله. نتمنى لهم الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ونتمنى كما نقول لك بلادنا تستقر ويطرح علينا هذا الوباء ان شاء الله. امين يا رب العالمين. هذا وش يقول واحد. امين يا رب ويعطيك صحيحتك ان شاء الله ويخليك تاج فقر ريسان وليداتك. تعيشي تعيشي. وصلنا تقريبا لختام البرنامج بصح دائما نختموا بفقره اللي هي فقره شباك الامنيات. عندنا هذه الجداريه. يجيبوا لنا قرحه صغيره نكتبوا في ورقه الامنيه تاعنا ونعلقوها في هذيك القرعه ونخلوها باش هكا تبقى ذكرى لمروركم معنا. ان شاء الله. ياسين تفضل اعطينا القرعه. السيده حفيظه دبري راسك. السيده حفيظه قالت لك السيده حفيظه ها هي تكتبي انت. انا نديرها ونعلقها. لا اكتبيها. تكتبيها انت ومريم تعلق معليش. لا اكتبي الامنيه ديالك وانا نعلقها. اكتبي هنا. نخلوها هي تكتب الامنيه تاعها ونعاودوا نرجعوا لك انت يا مريم. وصلنا تقريبا لختام البرنامج. اعطينا كلمه ختاميه. كلمه ختاميه نقولهم الناس اللي راهم يسمعوا فينا المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا. عفوا قلت الناس اللي يسمعوا فينا لانه انا تعودت على الاذاعه. نقول للمستمعين المشاهدين اللي يشوفوا فينا نقولهم تهلاو في الوالدين. ما كاش اعز من الوالدين. ما كاش الواحد اللي يحب لكم الخير من غير والديكم. ما كاش ينهيكم الخير من غير والديكم. كونوا صحبه مع والديكم. كونوا اخوه مع والديكم. الوالدين هما كل شيء. هما كل شيء يعني مهما كانت ما نقولوا بارفوان الوالدين يكونوا معنا قباح لكن لا كانوا معك قباح سيك باش يحبوا لك الخير. اكيد لا كانوا معك سيفير سيك ما يحبوا لك الخير. وربي يحفظ ميمتي ويحفظ لي بابا ويحفظ لي عائلة ديالي كامل. امين يا رب. كما يقولوا ربي يطول في عمرهم ان شاء الله. امين. تحياتنا لكل مشاهدينا يشاهدوا فينا عبر قناه الشولوغ تي في. شكرا لك كنزه. عيشك. شكرا على تواضعك التواضع ديالك. شكرا على الاستقبال ديالك. شكرا لكامل الفرقه التقنيه يعني من السائق حتى لاجون سيكوريتي حتى الرياليزاتور كامل اللي كيتحكم. تحيه لكامل ناس الكواليس. تحيه الخفاء وناس الكواليس كما قلتي. تحيه للمنال. تحيه لكل كل فريق العمل. وشكرا جزيلا لكم على الدعوه. شكرا لك مريم. انا بدوري نشكرك. شرفتونا نورتونا اليوم وعشرتكم حلوه وجميله. وتمنينا لو كان ما تكملش. الله ينورك. الله ينورك. يعيشك. سي بون كتبتي جورنال. سيدة حفيظة قالت لك امنيه ماشي 10. خليها تتمنى. خليها هاكا قالت لك ماشي كامل. انا نقراوها قبل. تقراها معليش تقراها لنا مريم قبل ما تعلقها. الوغ جو بريفير تقراها هي باسكو خطها تفهمو. فوالا خطها تفهمو. فوالا. اولا الشكر لقناه الشروق على الاستضافه. شكرا لكم. هذه الاستضافه امنيتي لكل جيل. لكل جيل سانز اكسيبسيون كل النجاح والشكر. والشكر لكل عائله قناه الشروق. ربي يحفظك سيداتي. شكرا لك. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. ميرسي ميز انفون. ربي يحفظكم ان شاء الله. وربي ينجحكم في كل خطوه ان شاء الله. ان شاء الله. هابي بلي كادوغاب. ان شاء الله. يعطيكم الصحه. يسلمك. احنا نخليو مريم تعلق واعطينا هكا ان تيمو. لا شتا للعائله تاعك. العائله تاعي اولا وقبل كل شيء اتمنى الشفاء العاجل لاختي الكبيره اللي راهي مسكينه شويه عيانه. ربي يشفيها. نتمنى لكاع العائلات يعني سلة الرحم. نهضر على سلة الرحم. سلة الرحم الناس راهي قطعتها وعلى بالكم اللي قطع سلة الرحم حاجة صعيبة بزاف. نتمنى لكل واحد ماذا بينا نرجعوا للمات هذيك تاع زمان. إن شاء الله يا رب. الفاميليا من المومة باسكو بزاف دوك هذا التليفون هذا يا خلاص يعني صح في فيني عاد واحد بونجور مامون بونجور بابا صحة عيدك جوايوز انيفيرسير في العائله شتت شتت كامل. هذا الشيء اللي حنا زمان كنا شوفي مالغري مزوجين وكامل بولادنا الجمعه هذه ما تقطعناش والدينا الجمعه لو كان ما نطلعش البابا ويما شغل نحيتي مني صح حاجه. تحسي انك درتي جريمه والله. ودي فوا بلا الجمعه سيدي علي الحقني عند دارنا نروح نشرب قهوة العصر نلاقي بابا عند الجامع الله يرحمه. ربي يرحمه. نطلع معاه نستقهوى معاه هذيك القهوة تاع العصر كي يخرج راجلي من الخدمة يتجوز غير كيفاغيني ونروح لدارو. البليزيغ تاعي كي نكون مع لا مامون و لو بابا لا فامي من المومه
ربي يعطيك صحتك ويخليك دايما كاع مطامين من هذا المنظر. حنا نختموها بصوره تذكاريه باش تبقى ذكرى ثاني لمروركم معنا. يتفضل معنا ياسين وني يصوركم تاخذوا صوره تذكاريه مع بعض. تفضلوا تفضلوا مريم هنايا هنا نوقفوا هنا برك هنايا فوالا نزيدوا. وصلنا لختام البرنامج اليوم. دينا دروس من السيدة حفيظة أنه العشرة وصلة الرحم هما أجمل شيء نقدروا نعوضوا به بعضنا. نلقاكم في عدد آخر إن شاء الله في أمان الله.